أعلن وزير الخارجية الأوكرانية ديمتري كوليبا وجود متطوعين من مختلف دول العالم يساعدون الجيش الأوكراني في الأزمة مع روسيا. وفي كلمة له أضاف وزير الخارجية الأوكراني أنه لا بد أن تعرف أن الجيش الأوكراني كله منظم وجاهز للدفاع عن كييف. هناك متطوعون من مختلف دول العالم الذين يقدمون إلى أوكرانيا لمساعدة ولمؤازرة الجيش الأوكراني في هذه الحرب ومن أجل أن يقاتلون ضد روسيا. أنا لن أفشي بكل المعلومات بهذا الشأن، ولكن يجب أن نعرف بأن الجيش الأوكراني كله منظم وجاهز للدفاع. وهناك أيضا موضوع آخر، بقضية انضمام أوكرانيا إلى الاتحاد الأوروبي، حيث قدمنا طلبا بهذا المجال وأيضا أخذنا الوعود بأنه سوف يكون هناك دعم في الاستعجال وتسريع هذه العملية، وقد أخذوا بجدية هذه الطلبات.